السعودية؟ لماذا لا تغطون الموضوع السوري؟ كيف غير صحيح؟ الشاهد هو موجود، أنتم قناة غير محايدة، هذه حقيقة يجب أن تعترفوا بها. الموضوع سوريا، لذلك لست مرحب بكم في سوريا. نحن غير مرحب بنا، نحن نعرف كل الإعلام غير مرحب فيه بسوريا، لأنه كل الإعلام حسب الميثاق الشرف الإعلامي السوري غير مرحب فيه بسوريا. لماذا LBC مرحب بها؟ طيب. لماذا LBC؟ طيب. لماذا؟ لا أريد أن أدخل في هذا الجدل سيدتي. لأنه أنا أذكر تماما سيد عصام التكروري أنه كنت معي ضيوف على بانوراما من قبل 3 شهور، وأنت وغيرك تحدثوا عن الرغبة في إدخال الإعلام الحر والمستقل. سيد محمد العبدالله.